اخت رشا انت معانا على الهواء؟ ايوه معاكي اخ نزار. اهلا وسهلا اخت رشا، ربنا يباركك وربنا يقويك. الاخت رشا نور طبعا بتعرفوها، دائما بتشاهدوها على البرامج ولا سيما مع برنامج ليكن نور. كل سنه وانت سالمه اخت رشا، انت تعتبري ام للكثيرين. من بدايه ايمانك ولما بتطلعي اليوم وين وصلنا، شو يعني ايه اللي بدور في ذهنك؟ يعني كنا وصرنا الى هذا الوضع، ايه اللي عاوز تشاركيه؟ عايز اقول ان الرب مجد وبيوصل كلمته وبيوصل محبته لكثير من البشر. ربنا بيفتقد المسلمين يعني في العالم كله، وعايز اقول مش بس كمان المسلمين، لكن هو بيفتقد العالم قبل مجيئه. كنا زمان بنشوف العابرين اعداد مئات، دلوقتي بقوا ملايين والاعداد عماله تزيد، لان محبه الرب الغنيه عامله زي النهر اللي يمكن انسان يقدر ان هو يقف وشه. محبة بتقتحمك، بتملى حياتك، بتوريك قد ايه الانسان عنده فراغ وهو ما عندوش المسيح. انا اما جيت للمسيح حسيت بالنور اللي بيضيء حياتي، وادركت ان انا كنت عايشة في ظلمة رهيبة جدا، ولان النور ده هو على حياتي كنت بحب اشارك بعمل الله في حياتي مع اي بني ادم بتقابل معاه. ونشكر الرب من اجل القنوات الفضائيه، من اجل قناه الحياه، ومن اجل برنامج ليكن نور اللي خلى فيه مش الاعداد يعني محدوده ناس بتقابل معاهم، لكن قدر يوصل لملايين من البشر اللي فعلا يعني شافوا التغيير اللي حصل معايا ومع ناس تانية كتير، وعرفوا قد ايه المسيح بيعرف بيغير الانسان من جوه، مش بيغير تغييرات خارجية. ما بيقولكش البس وتوضى واعمل ممارسات خارجية، لكن بيغير الانسان من جوه، بيغير قلبه، بيغير حياته، بيغير تفكيره. وهو ده الحاجة العجيبة اللي بيعملها المسيح، المعجزة اللي بيعملها المسيح. أنا بشكر يعني بشكرك أخ نزار إنك أنت يعني عملت البرنامج النهاردة لتذكر يوم العابرين. يوم العابرين ده يوم غالي جدا عليا، يوم مميز جدا، لأن طبعا يوم العابرين كل العابرين فيه بيحتفلوا، وده يوم مميز للعابر ان هو يقول انا حياتي اتغيرت، انا حياتي اتبدلت، انا يسوع دخل حياتي، انا يسوع افتقد حياتي. وعايز اقول كمان ان يوم العابرين ده بيجمع كل العابرين في كل انحاء العالم، الناس كلها بتحتفل بيه باختلاف الجنسيات بتاعتهم، كل اللي عبروا إلى نور المسيح، وده حاجة مميزة جدا. أنا بشكر كل إنسان يعني كان على قلبه الأمر ده. عايز أقول النهاردة يعني كنت نودع حد رائع جدا معانا في خدمة العابرين، كان أب جميل جدا، كان خادم مميز جدا جدا، كان بيتفانى في خدمة العابرين بشكل أنا ما شفتش زيه بصراحة في خدمتي، بقالي دلوقتي 33 سنة مع الرب. أنا ما شفتش حد بيخدم الرب زي ما هو كان بيخدم. طبعا أنا بعزي أهله، هو الدكتور رؤوف ده كان حد مش عايز اقول قد ايه كان عنده ابوه وعنده محبه، كان فعلا يوصل محبه الرب، يعني كان حب الرب للناس.
وأنا بصلي أن ربنا يعني يقيم ناس من الكنيسة يكون على قلبهم الخدمة دهيت وعلى قلبهم العابرين يكونوا بيقدموا محبة ما فيهاش عنصرية، أنت فين في أنهي كنيسة في أنهي مش عارفة إيه، لكن محبة كده محبة يسوع اللي بتفيد وبتغمر أي بني آدم يعبر إلى نور المسيح. أمين. أمين. طبعا أنا يعني بحتفل مع كل العابرين وبعيد على كل عابر سواء كان معينا أو بيحضر معينا في الخدمة عندنا أو يعرفني عن طريق التلفزيون، بقول له كل سنة وانت طيب، النهاردة يوم مميز ليك. النهاردة عبر عن امتنانك للرب، شارك اختبارك مع كل بني آدم تقابله، وصل كلمة المسيح علشان الناس تيجي للرب. اللي الرب اللي غير حياتك شارك بالتغيير اللي حصل في حياتك علشان تمتد رسالة المسيح وتوصل محبة المسيح لناس كتيرة. أمين. ربنا يباركك أخت رشا، وتعزياتنا لكل الأسرة. ربنا يستخدمك كمان في هذه الظرف الصعب. هو دكتور رؤوف هو مع الرب يسوع المسيح حالياً.